طيب احنا النهارده هنتكلم عن، يعني هي محاضره صغيره ولطيفه كده سريعه، هيبقى فيها موضوعات كتير. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الترندز بتاعت التكنولوجيز في الكونستراكشن. ايه هي النيو ترندز او الموست فيموس ترندز بتاعت التكنولوجيز في مجال الكونستراكشن؟ تفتكروا ايه اكتر حاجات مشهوره في التكنولوجيز دلوقتي الناس بتتكلم عنها في الكونستراكشن؟ زي ايه تفتكروا؟ ايه مين يقول لي حاجه؟ الاي اي، اوكي، الارتفيشال انتليجنس، ايه كمان؟ 3 دي برينتنج، هايل. ايه كمان؟ البي اي ام، البيلدينج انفورميشن موديلنج، مش كده؟ الليزر سكاننج، درونز، ايه كمان؟ حاجات كتير خالص، حاجات كتير خالص هنتكلم عليها النهارده. طب تفتكروا ليه نتكلم عليها النهارده؟ ما احنا كلنا نقدر، يعني ايه الفايده ان احنا نعرفها دلوقتي؟ عشان نعرف احنا المفروض هنشتغل في ايه. طب هي الحاجات دي كلها موجوده في مصر دلوقتي؟ في كتير جدا جدا منها موجود ومتطبق وفي مشاريع وموجوده في مصر. وحاجه مهمه، احنا كلنا لو احنا لسه في سن او في سن الطلبه، كل المواضيع اللي هنتكلم عليها دلوقتي يا جماعه، اي حد عايز يعمل ريسيرش في الماجستير بعد كده، اي ماسترز، اي دراسات بعد كده، هتلاقوه ميبي المواضيع دي هتفتح له حاجات كتير قوي قوي يقدر يدخل فيها ويبقى الماسترز بتاعته عنها، يعني الحاجات الدراسات بتاعته بعد كده عن الموضوع ده. فدي هتبقى نقطة يعني مهمة، ممكن تنور كده عند حد يبقى هو انترست فيها، فتبقى مواضيع جديدة عشان نبعد عن المواضيع القديمة اللي خلاص ميبي تكون كل الناس يعني استهلكتها. طيب خلينا نشوف ونبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتكم. هو مش لاقط طبعا. زي ما بنقول الفيمس ترندز حاجات كتير خالص، الاي ار، الفي ار، الروبوتكس، الاي اي، حاجات كتير خالص موجوده في الموضوع. خلينا نبدا باول حاجه في الدنيا، ال 3 دي برينتنج. ال 3 دي برينتنج من زمان خالص كان مطروح وكانوا الناس بتفكر فيه وكانت الناس بتحاول انها تشتغل عليه. في البداية من 10 سنين مثلا كان ال 3D printing بنتكلم على ان احنا نعمل printing لحتة صغيرة، لموديل، لتمثال، لحاجة بسيطة خالص. دلوقتي بدأ الموضوع يكبر ويكبر وبقينا نعمل بيه furniture design. ال 3D printing ميزته ايه؟ ال 3D printing الميزة اللي فيه ان انت بتقدر تجنريت اي فورم، انت بتعمل موديل لاي فورم في الدنيا وبتقدر تجنريت الفورم ده على اي سوفت وير، ثم بعد ذلك تقدر تعمل له 3 دي برينتنج. الموضوع كبر اكتر واكتر وبدا يتعمل بيه بيلدينجز، بدانا نعمل بيلدينجز كامله بال 3 دي برينتنج. فبالتالي مبنى زي اللي قدامنا ده كله على بعضه معمول بال 3 دي برينتنج. الفرنتشر ديزاين داون او الفرنتشر دي معموله 3 دي برينتنج، كل المبنى زي ده 3 دي برينتنج. طب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان احنا مثلا في سبيس زي ده وعايزين نكرييت حاجه، عايزين نكرييت حاجه اورجانيك مثلا، عايزين نشكلها، مش مضطرين خالص نضطر نروح لمصنع ونروح نصنعها. زمان كنا نقدر نعمل لها مولدنج ونشوف الصبه او الاسطمبه اللي هنصب فيها البلاستيك هتبقى عامله ازاي، والموضوع ده كان بيبقى متعب جدا وغالي جدا جدا في الحقيقه، الديزاين بتاع المولدنج عموما. انما دلوقتي بقى الموضوع سهل ان احنا نقدر نعمل 3D printing. تعالوا نشوف فيديو سريع بيتكلم على ال 3D printing عشان نحس بالموضوع ممكن يمشي ازاي. زي ما احنا شايفين في بيلدينج زي ده، ده مبنى كامل احنا بنعمل 3D printing بماتيريال اسمنتية، يعني مش زي زمان كنا نقدر، كنا لازم نعمل 3D printing ببلاستيك او نعمل 3D printing بماتيريال خفيفة او سهلة. ده احنا بنعمل 3D printing بماتيريال اسمنتية عشان في الاخر يطلع لي جدار كامل، مبنى كامل اقدر اشطبه بعد كده بمنتهى البساطة. مخيمات بقى، معارض، عايزين نعمل بوثز بطريقة سريعة، او مباني هتستغل لمدة 6-7 شهور وبعدين يحصل لها ازالة تتشال،
بس ببساطة نقدر نعمل الكلام ده. طبعا الكلام ده كله كمبيوترايزد، يعني الروبوتس او المكن اللي شغال هو شغال على بلان انت مديهوله او 3 دي موديل انت مديهوله بابعاد معينة بحاجات معينة، انت مش بتعمل فيه حاجة مانيولي بقدر ما انت بتتابع البروسيس بس وهي شغالة. الكلام ده الناس اللي عايزه تتكلم في الانفايرومنتال ديزاين هنبدا نشوف الماتيريال دي ممكن نختارها على انها انفايرومنتال ماتيريال ونشوف الايفكتس بتاعتها وهكذا وهكذا. الناس اللي بتتكلم في عموما المباني الخفيفه هتقدر تشتغل بالكلام ده. فدي اول ترند، اول تكنولوجي الناس بدات تتكلم فيها، بداوا يعملوا بال 3 دي برينتينج بعض البيسز زي ما هنشوف كمان شويه مع الليزر سكانينج، ان انت تعمل كوبي او تعمل مودلز لحاجات حقيقيه كانت موجوده قبل كده، بتعمل 3 دي سكانينج لحاجه تاريخيه مثلا او تراثيه عشان بعد كده تعمل بيها، تعمل زيها 3 دي برينتينج زيها بالظبط، مش على انك بتعمل كوبينج لبيس زمان وخلاص، لا انت عايز تنقل الصورة دي او تستخدم حاجة شبهها او تعمل عليها دراسات او تعمل عليها مودلز للرينوفيشن تجرب فيها وهكذا وهكذا. فالموضوع يعني ترندي جدا والناس بتتكلم فيه كتير قوي قوي وبقى موجود كتير جدا دلوقتي في الواقع بتاعنا. طبعا زي ما احنا شايفين الموضوع مش مجرد ان احنا بنعمل حاجة شكلها جميل، لا هي احنا او بنعمل حاجة سهلة، لا احنا بنعمل حاجة حقيقية فيها المشاكل الحقيقية، محتاجين نشغل عليها الكتروميكانيكال، محتاجين نركب عليها شبابيك وبواب، محتاجين نركب عليها مواسير وهكذا، يبدأ نشوف ونحل المشاكل بتاعة كل العلاقات دي كلها. دي اول ترند عندنا ومعروف ونقدر نشتغل او نتكلم فيه. طيب بعد كده الليزر سكانينج، ايه الليزر سكانينج؟ الليزر سكانينج ان احنا بنيجي في مكان زي دون بنحط ستاند زي الترايبودز بتاعت الكاميرات دي ونحط عليها 3 دي سكانر، جهاز صغير. 3 دي سكانر ده يبدا يعمل سكانينج للمكان كله على بعضه، يطلع لي في هيئه حاجه اسمها بوينت كلاود. البوينت كلاود ده فايل للبوينت كلاود بيتاخد يتحط على برامج ال 3 دي موديلنج، بعد كده يتحط على برامج ال 3 دي موديلنج اقدر اقيس منه، اقدر ابني موديل عليه. طب ده يفيدني في ايه؟ تفتكروا يفيدنا في ايه؟ اولا خلينا نبتدي من بره لجوه. يفيدنا ان احنا نقدر نعمل 3 دي سكاننج لتوبوجرافي موجود على الارض. انت متخيل احنا واحنا جايين دلوقتي للكليه اكيد شفتوا كتير في الشوارع ناس واقفين بالتوتال ستيشن وعمالين ياخدوا بوينتس عشان يرفعوا التوبوجرافي والطريق والكلام ده كله. الموضوع لا، الموضوع بيبقى اسهل من كده. انا ممكن احط ال 3 دي سكانر ويعمل لي سكاننج للاريا دي كلها، يطلع لي بوينت كلاود ادخله، اعرف التوبوغرافي بتاعه المكان، اطلع كميات الحفر والردم وهكذا، اعمل سيميوليشن للطريق، سيميوليشن للطريق عليه واشوف الطريق هيمشي ازاي، فابتدي احسب الكوست بتاعه. مجرد ما بقى عندي كوبينج للحقيقه موجوده عندي على الكمبيوتر على الموديل بتاعي، الموضوع كل اللي بعد كده بقى سهل. اصعب حاجه ان انا ارفع المكان ده. يعني تخيل لو انا جيت قلت لك لو سمحت احنا هنعمل ديزاين، هنعمل ريديزاين للمكان اللي هنا، ارفعه لي. انت متخيل عشان ترفع السلم ده عرضه كام والازاز ده قد ايه والسلمه هنا؟ موضوع كومبليكيتد جدا ومتعب جدا، وميبي قوي قوي لو انا بعمله مانيوال مش هيطلع اكيوريت، ما انا هتلخبط مش هيطلع اكيوريت، وخصوصا لو التنفيذ اللي موجود اصلا مش اكيوريت. يعني ايه؟ لو السلمه دي مش قد السلمه اللي بعدها، انا ممكن ارفع سلمه واعتمد ان هي كل السلالم زي بعض بس هي في الحقيقه مش زي بعض، او الخط ده مش موازي في الاخر الخط اللي في الاخر، في ايرور. انا اعتمدت على ان هو سليم بس فعملت الديزاين بتاعي على هذا الاساس، جيت اركبه افابريكيت في الاخر الاقي الدنيا مش مظبوطه. لو انا بشتغل ليزر سكاننج وعملت سكاننج للمكان ده كله بقى الموضوع اسهل بكتير جدا جدا. طيب الحاجات التاريخيه والتراثيه، كل الحاجات التاريخيه اللي مطلوب ان يعمل لها رينوفيشن،
هنرفعها ازاي؟ عملية صعبة جدا. يا ترى هنرفع التفاصيل بتاعة الديكوريشن الموجود والمنحوتات اللي موجودة ازاي؟ حاجة كومبليكيتد جدا. فبالتالي سهل دلوقتي ان انا احط ليزر سكانر ويجيبها كلها. اي حد اشتغل في الكونستراكشن هنبقى عارفين ان اخر مرحلة في الاخر خالص الكونتراكتور بيسلمها لوح، يعني حاجة اسمها اسبلت. الاسبلت دي اللي هي ايه؟ اللي احنا خلصنا خلاص بنينا وخلصنا وكل حاجة، لازم انا ككونتراكتور اسلم الاستشاري لوحات بتقول هو ده اللي تنفذ بالظبط. زمان كنا بنعملها ازاي او الناس بتعملها ازاي؟ ان احنا عندنا اللوحات القديمة بننزل نقيس في الواقع نتأكد ان كل حاجة زي اللوحات، لو في حاجة مختلفة اغيرها. انا مش بتكلم بس على الاركتكتشر، انا بتكلم على الاركتكتشر والكتروميكانيكال وستراكشر وكل حاجة. يعني هو لازم يقول لي الجريل بتاع التكييف ده في مكانه مظبوط ولا لا. انت متخيل حجم التفاصيل؟ السبوت ده فعلا موجود؟ الحاجات بتاعت الفاير فايتنج دي موجودة في مكانها ولا لا، ولا في انه مكان؟ لوح الاسبلت دي مهمة جدا في الفاسيليتي مانجمنت بعد كده، في الصيانة بعد كده، وهكذا. الموضوع كومبليكيتد. طب انا في الليزر سكانينج الموضوع يبقى اسهل بكتير، هحط الليزر سكانر هيطلع لي بوينت كلاود، هروح اخد البوينت كلاود احطه على الموديل اللي انا رسمه اساسا وكمبير بينهم بين بعض، يطلع لي الفروق واعرف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. موضوع بسيط. هنشوف كمان شوية برضو ان موضوع الليزر سكانينج دون لما نركب بقى الليزر سكانينج على درون، يبقى بنستعمل درونز ونركب الليزر سكانينج على درون، والدرون ده بقى يمشي لي في دكت مثلا فوق الفول سيلينج امشيه بالريموت كنترول وهو شايف وبيعمل سكانينج للمكان. فانا بالتالي عندي فول سيلينج وفوقيه الكتروميكانيكال كتيرة جدا وعايز امشي الكلام ده. تعالوا نشوف برضو ده شكل البوينت كلاود بتطلع تقريبا بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف فيديو سريع بيتكلم عن الموضوع برضو عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. لك ان تتخيل مثلا ده بيبقى شكل L3D سكانر. لك ان تتخيل ان احنا عايزين نعمل رفع مثلا لمحطة كبيرة زي دي، نعمل رفع لمطار، نعمل رفع لي رفع مساحي لأي حاجة بضخامة المنشآت اللي احنا بنشوفها. ده underground infrastructure مهول عشان في الاخر يطلع لي point cloud بالمنظر ده، ابقى شايف كل حاجة فيه، اخد الحاجات دي كلها ابتدي ادخل اشتغل جواها. ده كده مش حقيقة، ده شكل point cloud وانا بتحرك جواه وانا شايف infrastructure، شايف الحاجات كلها وهي جوا المكان. الموضوع هيبقى اسهل بالنسبة لي بكتير. خلوا بالكوا اي حد هيشتغل في الانتيريور في الغالب هيحتاج حاجه زي كده لو الانتيريور هيدخل في سكيل انتيريورز كبيره، لانه في الغالب الحاجات اللي بيتعملها رينوفيشن الكبيره لازم يتعمل لها ليزر سكانينج. هنرفعها ازاي؟ الرفع اليدوي او المانيوال حاجه فيري كومبليكيتد. طيب ايه التحديات اللي ممكن تبقى موجوده مثلا في الشغل بتاع الليزر سكانينج؟ تفتكروا ايه التحديات؟ تحديات القدرة بتاعت الاسكانر، المدى بتاعه، هو بيعمل رينج دوائر مش كده؟ الاكيوريسي بتاعته، هل هو بيشتغل اندور ولا اوت دور؟ هل هو يقدر يشتغل اندور ولا اوت دور؟ هو بيلقط تفاصيل لحد كم ملي؟ كل الحاجات دي تحديات. دي الحاجات اللي بتطلع في التكنولوجيز. كل الحاجات دي انت كمثلا كحد ريسيرشر هتشوف لو انت بتعمل مثلا ريسيرش على اليوزنج بتاع الليزر سكانينج في الرينوفيشن بتاعه المباني التاريخيه اللي موجوده في مصر، اللي احنا ما عندناش ليها رسومات. احنا ما عندناش في الحاجات كتيره جدا جدا ما عندناش ليها رسومات. ده ريسيرش قوي جدا، يا ريت حد يعرف يعمل حاجه زي كده. تاثير الليزر سكانر ده هل ليه تاثير على الحاجات الارت ولا ما فيش؟ يعني انا لو في لوح، لو في رسومات بينتد، هل الليزر ده بيأثر عليها ولا ما بيأثرش؟ حاجات كتير كتير نقدر نتكلم فيها. طب تفتكروا نرجع تاني لل 3D printing، ايه التحديات اللي قدامنا في موضوع ال 3D printing؟
السكيل بالظبط، حجم السكيل. يعني احنا شفنا هو دلوقتي، احنا دلوقتي موجود في الواقع في الحقيقة، وكتير وفي بلاد كتير اتعمل بيلدينج على بعضه، يعني زي بيت على بعضه بال3D برينتينج، ما فيهوش مشكلة. طيب الماتيريال اللي بتستخدم دي ماتيريال انفايرومنتال ولا لا؟ ده هل نقدر ولا ما نقدرش؟ الماتيريال دي قوية كفاية ولا مش قوية كفاية؟ هل نقدر نستعملها مع كل الحاجات؟ هل نقدر نميكس بقى ال 3D برينتر اللي بتعمل حاجات تفاصيلها صغيرة جدا؟ في 3D برينترز بتعمل جولري، بتعمل قطع جولري، حاجات صغيرة خالص بتفاصيل صغيرة، هل نقدر نميكس بينها وبين اللي بيعمل 3D برينتنج لمباني كاملة؟ كل دي حاجات وتساؤلات المفروض احنا نكون، او هي دي الحاجات اللي الناس بتشتغل عليها وبتحاول تطورها في الفترة اللي جاية. الجنريتيف ديزاين، كل الناس بتوع الانتيريور والاركتكتشر بيحبوا الجنريتيف ديزاين جدا، يحبوا بيقولوا عليه الايه، التصميم التوليدي. يعني ايه الجنريتيف ديزاين؟ الجنريتيف ديزاين ان اخلي السوفت وير هو اللي يطلع لي ديزاين، يقترح عليا تصميمات لوحده كده يعني؟ لا، انا بديله بارامترز، انا بديله معدلات بتاعه حاجات معينه، فيبدا هو يطلع لي بروبوزل واثنين وثلاثه. فمثلا الحاجات دي كلها والباترنز دي كلها معموله بالجنريتيف ديزاين. اكيد كلنا شفنا المتحف ده، اكيد سمعنا عنه او شفناه، في ناس راحوه، في ناس شافوا عنه افلام، ايا كان. المتحف بتاع دبي اللي هو الفيوتشر ميوزيوم، المتحف بتاع دبي ده كان عندهم تحدي كبير جدا، مش مجرد ارت، هو في الاخر الممبرز الستيل اللي موجوده اللي كلها اتغطت وما بقاش حد شايفها دلوقتي، بس الممبرز دي تحدي كبير جدا. ليه؟ لان الفورم نفسه ما هواش فورم ستاندرد، هو ما هواش فورم عادي، الفورم الكوردينيشنز بتاعته بتتغير. فالممبرز دي ممبرز ستيل في الاخر هتتفصل في المصنع عشان تيجي تتركب. كل ما الممبرز دي زادت كل ما المبنى بقى أتقل، ودي حاجة مش كويسة، هيفرق لي في الستركشر. ما هو كل لما زاد الديد لود بتاعه بيزيد عليه، الكونكشنز دي كل ما زادت كل ما هو بقى عنده مشكلة أكتر مع الويند لود لو الكونكشنز زادت قوي. ففي بارامترز كتير كستركشر هو كان محتاج يقعد يحسبها، وكان محتاج الكمبيوتر نفسه يساعده في انه يجينيريت حاجة زي كده، انه يطلع له حلول، يقول له انا عايز الممبرز دي ما تقلش عن طول كذا وما تزيدش عن طول كذا. طب انا عايز النودز اللي بتربط الممبرز دي ما تزيدش عددها في البيلدينج كله عن كذا. كل الحاجات دي كانت مهمه جدا. ايه اللي يقدر يساعده في حاجه زي كده؟ الجنريتيف ديزاين. من البرامج المشهوره اللي على ليفل اليوزر العادي في موضوع الجنريتيف ديزاين الداينامو والجراس هوبر، الاثنين دول بيساعدونا جدا. الداينامو بيساعدنا في الموديلنج وفي الحاجات دي على برامج اوتو ديسك زي الريفت، والجراس هوبر بيساعدنا في الحاجات دي على برنامج زي الراينوسيروس، بيساعدنا في الموديلنج. طب ممكن بيستعملها في ايه كمان؟ الناس بتوع الانتيريور ديزاين في حاجات كتير زي مثلا الفيرنتشر ديزاين. انت بتطلع البيس الاستراكشر بتاعها قوي جدا بس هي خفيفه جدا. ليه؟ لان هو عمل لك جينيريشن اكوردنج للفورسز بتاعه التحميل، فبالتالي هو شاف ايه الاماكن اللي ينفع افضيها في الماتيريال عشان الحاجه في الاخر تطلع لايت خالص خفيفه، مع انها قويه تستحمل نقف عليها ونتنطط عليها وتلاقيها قويه جدا جدا. فهو فاهم، او هو بمعنى صح بيساعدني الحاجه زي كده. في الاركتكتشر اقدر اعمل جنريتف ديزاين اكوردنج مثلا للشمس لللوكيشن، فبالتالي يقدر يطلع لي بروبوزلز للشيدز شكلها هيبقى عامل ازاي. الشيدز مش لازم تبقى كلها بنفس الشكل او بنفس الطريقه، لا تقدر تتغير من مكان لمكان اكوردنج للشمس، فيقدر يقول لي هنا تطولها وهنا تقصرها وتطلع لي بشكل مختلف او شكل يعني متلائم مع البارامترز اللي انا بديها له. سريعا برضو تعالوا نشوف الجنريتيف ديزاين ممكن ازاي. يعني هنا مثلا البيس دي هو عايز فعلا يطلع منها بروبوزلز كتيره اخف ما يمكن،
كام بروبوزل هيطلع له، الاف البروبوزلز ممكن تطلع له، كل واحد هيقول له دي احسن في كذا ودي احسن في كذا، دي الاستريس اناليسز بتاعها بطريقه معينه، ودي الماتيريال فيها حجمها اكتر و و و انت بتشوف الكلام ده تقدر تاخدها بعد كده، تقدر تصنع تعمل لها 3D printing بقى، ما هي بيسز زي دي نقدر نعملها 3D printing بسهوله، الدرون في الاخر يطلع خفيف جدا. ستراكشر عربيه زي دي عشان نتاكد ان هي تستحمل وقويه بس اخف في ماتيريال ممكنه، لازم تبقى خفيفه جدا، عايزينها خفيفه عشان دي هي دي وظيفتها، فعمالين نشيل من الماتيريال وبعدين في الاخر نأجست الحاجات دي على الديزاين او على الشغل. بارتيشن زي بارتيشن زي ده زي ما هنشوفه في الاخر لما يتركب، عايزين بارتيشن في طيارة، الاوزان في الطيارة مهمة جدا، عايزين البارتيشن ده يتعمل يبقى قوي ومعامل الامان بتاعه قوي وفي الاخر هو اخف ما يمكن بس هو يستحمل، يستحمل في الصدمات ولما يتكسر ما يتعورش ويستحمل الاهتزازات و و و وهكذا. فبالتالي عدد لا نهائي من الاحتمالات نقدر نتعامل معاها في الجنريتيف ديزاين. Another trend الروبوتكس. الروبوتكس في الكونستراكشن الآن بقى عالم وبقى فيه كمية ريسيرشز مهولة، يعني الموضوع غير ما احنا يعني ممكن نبقى متخيلين. الروبوتكس دلوقتي بقت كتيرة جدا جدا وبقت بتستخدم فعلا. طب ليه انا عايز روبوتك؟ ليه عايز روبوت يعمل لي حاجة في الكونستراكشن؟ اكيوريت، ممكن يبقى اكيوريت اكتر، يعني الشغل بتاعه ادق، غير انه اكيوريت كمان ممكن يبقى الشغل بتاعه فيه كونسيستنسي، يعني ثابت ما فيهوش الايرور اللي بتعتمد على ان الواحد وهو شغال سرح شوية ولا تلخم شوية ولا تعب، لا هو لا هيتعب ولا القدرة بتاعته هتقل ولا اي حاجة، هو هيشتغل بنفس الطريقة على طول، فلو الشغل مظبوط هيفضل مكمل مظبوط على طول. السيفتي حاجة فوق جدا، انا عايز اركب حاجة في السقف هنا، السيفتي هيبقى صعب بالنسبة للعامل اللي هطلعه، انما لو انا طلعت روبوت هو اللي عمل الموضوع ده خلاص هيبقى ما فيش مشكلة، يبقى برضو السيفتي دي حاجة مهمة جدا. السرعة بتاعت التنفيذ الروبوتكس هتبقى اسرع. الاحمال ان انا اقدر، هل انا فعلا اقدر انا كعامل اشيل احمال معينة بشكل معين، هو هيقدر يشيل لي اكتر، فبقت داخلة في حاجات كتيرة جدا سواء في شغل الكونستراكشن نفسه او شغل التشطيبات. خلونا نشوف سريعا برضو نموذج لحاجة زي كده. زي ما احنا شايفين ده روبوت شغال على ان هو يبني، الروبوت عارف كويس جدا واخد البلان مظبوط واحنا معرفين له البيسز مظبوطة، هو بيحط الحاجة في مكانها تماما، الموضوع بالنسبة له نسبيا سهل والموضوع شغال بطريقة كويسة. الكلام ده عليه ريسيرشز كتيرة جدا وبدأ يبقى في حاجات بالفعل بتنفذ الحاجات دي وبدأ يبقى في حاجات من دي موجودة بالفعل. طبعا بيبقى فيه تحديات كتير قوي قوي في الاكيوريسي بتاعه التنفيذ، في ان يبقى فيه عندك دبل ماتيريال، انت بتعمل بماتيريال وجواها ماتيريال تانية، الموضوع مش مجرد ان احنا بنرص الحاجه، طيب الفيكسيشن هيبقى عامل ازاي، هل الحاجات دي بتركب في بعض كميكانو ولا في ماتيريال سمنت في النص هتشتغل، بس حجم الدقه بتاعه الموضوع عظيم جدا. الروبوتكس من ضمن الترندز الرائعة دلوقتي واللي فيها شغل كتير قوي. طبعا كيرف زي ده مثلا نفس الفكرة بتاعت ال 3D printing، انت بتديله الموديل، بتديله الباث، وبتبقى معرفه بحجم البيسز، وبتبقى معرفه السيكونس بتاع الستيبس بتاعته الحركات بتاعته. طبعا في روبوتكس هتلاقيها 2 اكسز، في روبوتكس 4 اكسز، في روبوتكس 12 اكس، يعني هو يقدر يلف اراوند انهي اكسات عشان يقدر يتحرك ويدخل في الاماكن الصغيره. بعض الحاجات اللي في الروبوتكس بدات تشتغل دلوقتي موضوع المينتننس، ان انت تدخل روبوت يقدر يدخل فوق جوه الفول سيلينج عشان
يصلح حاجة او ان هو يلحم حاجة، انت بتبقى شايفه، بيبقى فيه كاميرا بتشغله بالريموت كنترول، فيدخل يعمل مثلا يلحم بايب بتنقط مية جوه الفول سيلينج في حتة بعيدة جدا، او كان عشان العامل يوصل لها كنت هضطر افك حاجات كتير، هو هيدخل من غير ما يفك الحاجات كتير دي ويبدأ يصلح الموضوع زي ما هو، زي ما احنا عايزين. فده فيلد الروبوتكس. طبعا زي ما اتفقنا حتى السيفتي، عشان مثلا اركب بانلز زي دي، البانلز الازاز، البانلز الازاز فيها في تركيبها في الكيرتن ساعات بتبقى كومبليكيتد شويه، ومعايير الامان بتبقى، ومعايير الامان بتبقى كوست، بتبقى كوست عالي شويتين ثلاثه عشان احقق معايير الامان للعمال اللي هم المفروض يشتغلوا في الاماكن دي. بالروبوتكس في الحقيقه الكوست ده هيقل كتير قوي قوي، والموضوع هيبقى بالنسبه لي اسهل كتير. الاوجمانتد رياليتي، ثم الفيرتوال رياليتي، ثم الميكسد رياليتي. ايه الاوجمانتد رياليتي؟ الاوجمانتد رياليتي ان انا في الحقيقه ببقى عايز اشوف وانا واقف في الواقع، عايز اشوف اللي هيحصل اللي هيتنفذ عشان اعرف يا ترى الحاجه اللي هتتنفذ دي مظبوطه ولا لا، بس اشوف الكلام ده وانا واقف في الواقع. يعني كمثال، انا عايز دلوقتي الارض دي فاضيه خالص، بس عايز امسك التابلت ابص في التابلت اشوف الفيو اللي موجود هيبقى موجود عامل ازاي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان في تو مودلز، في موديل للمكان اللي موجود ده قدامي انا شايفه دلوقتي، ده موديل حقيقي المكان اللي موجود، وفي موديل مرسوم. الموديل اللي مرسوم ده انا عامل له 3D موديلنج على ريفيت، على ماكس، على اي برنامج بتاع 3D موديلنج، وكونكت الاثنين ببعض وفقا للجي بي اس او وفقا للكوردينيشن ان الاثنين موجودين مع بعض فين بالظبط. فبالتالي اول ما همسك التابلت هشوف اللي هيتنفذ فين. فمثلا خلونا احنا دلوقتي في لوكيشن زي ده، اللوكيشن ده لسه ما تركبش فيه الشغل بتاع الام اي بي، لسه ما تركبش فيه المواسير او التشطيبات، فنبدا نشوف الحاجات اللي هتتنفذ في الموضوع. انا شايف الموديل على التابلت للحاجه اللي هتتعمل، او الرينوفيشن اللي هيتعمل، او البايبس اللي هتتركب، انا شايفها قدامي من الموديل بتاعي وشايف هي هتمشي فين. هل هي فعلا كوردينيتد مع السايت بتاعي ولا مش كوردينيتد مع السايت؟ هل المواسير لما هتيجي تمشي في السقف هتخبط في بعض ولا مش هتخبط في بعض؟ اقدر اظهر حاجات واقفل حاجات وهكذا. فالموضوع بالنسبه لي هيبقى فعلا اسهل بكتير، الكوردينيشن فيه هيبقى اسهل بكتير، لاني انا شايف الموديل قدامي وشايف الماسوره دلوقتي ايه ده فعلا خبطه في الكاميرا دي موجوده، الكاميرا موجوده والماسوره هتخبط فيها، ده الدكت ده خابط في الفول سيلينج وهكذا وهكذا. طيب هل ده ممكن يبقى على سكيل اكبر؟ في الحقيقه ممكن يبقى على سكيل اكبر. ده سايت، كل اللي انتوا شايفينه بالازرق ده مش حقيقي، ده انا شايفه على السكرين. كل اللي انتوا شايفينه بالاورنج ده مش حقيقي، ده انا شايفه على السكرين. فهم بيشدوا الشده الخرسانه في الارض، انا قادر انزل وابص اشوف الاستراكشر هيبقى ماشي ازاي على السكرين بتاعتي، واعرف هل فعلا الحاجه هتتحط في مكانها ولا في ايرورز ولا في مشاكل. اختراع، حاجه حلوه جدا، حاجه جميله جدا، حاجه هتسهل الدنيا بطريقه او بتسهل الدنيا بطريقه هايله. الكوردينيشن زي ما بنقول على الواقع، مش وانا قاعد بقى في المكتب بس وعمال اشوف اللوح ويا ترى هننزل السايت نلاقي ايه. الكلام ده في الانتيريور هيبقى حلو جدا، انت بتدخل في اغلب الحاجات اللي بتعملها انتيريور عندك حاجات كومبليكيتد، حاجات داخله في بعض وحاجات كتير، ولما تكوردينيت الشغل بتاع التكييف والكهرباء مع الشغل بتاع الانتيريور اللي انت بتعمله هتلاقي فيه اختلافات كتيره جدا. هو ده اللي بيتقال عليه الميكسد رياليتي، ان انت عندك الواقع موجود وعندك الموديل بتاعك موجود معاه. طيب ممكن نستعمل الاوجمانتد رياليتي في ايه كمان؟ ممكن نستعمله في الصيانه، مش احنا دايما بيبقى عندنا، انا دلوقتي حد يعرف
ايه اللي موجود فوق الفول سيلينج اللي هنا ده؟ حد يعرف؟ انا مش شايف، مش عارف ايه اللي موجود فوق الفول سيلينج، ما اعرفش الضغط ماشي ازاي. هل انا دلوقتي لو عايز اخرم وعلق اي حاجه على الحيطه دي، عارف ورا الحيطه في ايه؟ ما اعرفش ورا الحيطه في ايه. بس لو الموديل بتاع الاسبلت كان موجود عندنا وعملناه اوجمنتد رياليتي، الموديل بتاع الحاجات اللي جوه وعملناه اوجمنتد رياليتي، وجينا مسكنا التابلت وحطيناه هنا وفقا للكوردينيشن، هيوريني الحاجه اللي ورا الحيطه، هيوريني اذا كان في بايبس موجوده ولا مفيش، هيوريني المسافه عامله ازاي، في سيخ حديد اخرم ولا مخرمش، فهبقى شايف الحاجه اللي جوه حيطه، الحاجه اللي فوق الفول سيلينج. لو انا بعمل صيانه في طرق في انفراستراكشر، بدل ما نخرم وايه ده احنا بعد ما كسرنا لقينا ماسوره ميه ولا ماسوره غاز، ده احنا مش هنعرف نكسر، ولا الماسوره اتكسرت وتبقى بنحتاس فيها ويبقى الموضوع صعب، لا انا ببساطه بمسك التابلت وبمشي، لان الانفراستراكشر بتاعتي موجوده في الموديل بتاعي اللي انا بشتغل عليه، فبالتالي وببساطه انا شايف ايه اللي موجود تحت الارض وموجود فين. بس ده يشترط عليا ان الموديل نفسه يبقى مرسوم صح، ان الاسبلت نفسه يبقى مرسوم صح. لو الاسبلت مرسوم صح كل حاجه بعد كده تبقى صح. ايه كمان؟ الفيرتوال رياليتي. الفيرتوال رياليتي طبعا كلنا عارفينها، الفيرتوال رياليتي يمكن مش محتاجين ان احنا حتى نشوف عليها فيديوز. الفيرتوال رياليتي زي الجيمز، زي ما بنلعب بلاي ستيشن، زي ما بنلعب اي جيم من اللي بنلعبه، بنلبس النظاره وبنبدا نتحرك بالجويستيك ونتحرك جوه المكان. في ناس بتستعمل الكلام ده في الماركتنج والسيلز لليونتس بتاعه الريل استيت والحاجات دي كلها، ان انا هوري العميل اليونت بتاعتي قبل ما يبدا يعمل اي حاجه، هيدخل جواها وهيتحرك وهيمشي، وممكن يغير الالوان وهو لابس النظاره، يغير الالوان ويغير قطع الفرنتشر، يقول طب ما نجيب الكرسي ده هنا ونجيب الكنبه دي كده، طب لو حطينا التابلو ده مش عارف في المكان الفلاني بالفيرتوال رياليتي، هايل. طب انا لو بتاع انتيريور وبشتغل في الانتيريور ورليت العميل بتاعي الديزاين بالكامل في الاول بالفيرتوال رياليتي، هايل، مش هتعب بقى بعد كده في التنفيذ، هو شافه وعاشه واتحرك جواه وشاف كل تفاصيله واختار الالوان وشاف الميكس بتاع الالوان الحقيقي اللي هيحصل باللايتنج الحقيقي اللي هيحصل. طبعا كل ده التحدي فيه ايه؟ ان انت تبقى بتعرف تعمل الشغل بتاع الفيرتوال رياليتي باكيوريسي كويسة، تعرف تعمل الشغل بتاعك بدقة كويسة، الالوان تطلع مظبوطة، الحاجات دي كلها تطلع مظبوطة. طب هل ده بس في ان انت بتبيع شغلك؟ لا، الناس بتستعمل فيرتوال رياليتي دلوقتي في الكوردينيشن. يعني ايه في الكوردينيشن؟ يعني انا دلوقتي ممكن ادخل اونلاين زي ما بندخل في الجيمز اونلاين، مش احنا بندخل اونلاين في الجيمز ونلعب مع واحد في بلد تانية خالص؟ بنفس القصة، ندخل اونلاين مع مكتب موجود في اسبانيا، مع مكتب موجود في امريكا، ده بيعمل الانفراستراكشر وده بيعمل الديزاين الاركتكتشر وده بيعمل الانتيرير، كل واحد احنا الثلاثه كل واحد في مكانه شايفين الموديل وبنتحرك وشايفين كل واحد شايف الافاتار بتاعه موجود وبنتحرك جوه وبنشاور لبعض على الحاجات وشايفين الموديل كله قدامنا، فبالتالي نقدر نعمل كوردينيشن مظبوط. الموضوع ده هيوفر علينا ايام واسابيع من الكوميونيكيشن، ان انا ابعت له ايميل وهو ما يفهمنيش فيرد عليا رد غير اللي انا عايزه، فبعت له ايميل تاني ففلوحه تتغير، هيوفر وقت مهول. احنا قاعدين شايفين الحاجه حقيقيه قدامنا وبنغير فيها وبنتفق، خلصنا minutes of meetings وخلاص. تمام. ايه كمان؟ حد سمع عن ده؟ الاكسوسكيلتون مش موجود الفيديو بتاعه للاسف. ايه الاكسوسكيلتون؟ جامد جدا بقى الموضوع ده، ده هايل، ده فظيع، ده احنا بدله كده تلبسها تخليك سوبر هيرو، يعني تلبس البدله دي تبقى سوبر هيرو على طول، تبقى تكسر الدنيا. الكلام ده كانوا بيستعملوه في الاول خالص، او اول لما الريسيرشز ابتدت عليه بدات تطلع في الجيش، في الجيش الامريكي في الاساس، ان هو عايز يقوي جدا جدا قدرات المقاتل المحارب، انه يلبس حاجه لما تواجهه مثلا حاجه كبيره جدا في الارض، برغم ان هي حاجه كبيره جدا ما يقدرش يشيلها، لا هيقدر يشيلها ببساطه ويرميها. طبعا فيها كميه الكترونكس فظيعه البدله دي، وفيها في نفس الوقت كميه
الكتروميكانكس قويه جدا جدا، لانه بيحمل الاحمال بطريقه معينه تخليه فعلا سوبر هيرو يقدر يشيل حاجه قويه. فبالتالي هو مثلا ماسك تول قويه جدا جدا وكبيره جدا، بس هو ماسكها وهي شغاله وفيها فايبريشن مهول، هو ما يتهزش. يعني هو في فايبريشن قوي جدا نتيجه الدريلنج اللي بيحصل ده، هو ما يتهزش خالص، ايده ثابته. ليه؟ لان في البدله اللي ماسكاها دي مثبته ايده وعامله فيكسيشن لنفسه بطريقه معينه. يبقى قدامه كتله ضخمه جدا عايز يشيل حاجه تقيله جدا جدا، وهو ماشي وهو يقدر يتحرك بيها ببساطه. هو دلوقتي وهو ماشي كل الاحمال بتاعته كانه قاعد، هو مش محمل على نفسه، هو بيتحرك هو مش محمل على نفسه، فهو مرتاح. فبدل ما كان هيشتغل ساعه ساعتين ويرهق جدا، لا ده ممكن يشتغل اليوم كله وما يحسش انه عمل حاجه، هو يدوبك كانه واقف، مع انه هو عمال يشيل معدات ويحط معدات ويعمل حاجات هايله، حاجه اختراع في الحقيقه. الترند ده بدا يزيد ويزيد، بيزود السيفتي للعمال جدا، وبيزود الانتاجيه بتاعتهم جدا جدا، وبيقلل من ان احنا محتاجين معدات كبيره. ما انا لما يكون عندي حاجات محتاجه مثلا ونش عمال يشيل وينقل من هنا لهنا، عمال يحرك حاجه من هنا لهنا، لا انا ممكن اجيب واحد هو لابس حاجه زي كده هيشيلها كانه كده زي ما بيحصل في افلام الكرتون، هيشيلها بايده ويحطها في مكانه والدنيا تبقى بسيطه خالص. طيب ايه الترندز الثانيه؟ ايه كمان؟ الدرونز. طبعا الدرونز كلنا عارفينها وكلنا سمعنا عنها، عندنا مشكلة فيها في مصر كبيرة، بس حتى الآن يعني، بس خلاص ده واقع اكيد هيحصل في يوم من الايام. الدرونز بنستفيد منها في ايه؟ الدرونز بنستفيد منها كتير جدا جدا بان احنا بنشغلها مع الليزر سكانرز، ان احنا نحط عليها كاميرات وتبدأ تمشي، تبدأ توريني كل اللي موجود في كل حته، تبدا ترفع لي صور لحاجات كتيره جدا، التوبوجرافي العالي قوي قوي اقدر اركب عليها الليزر سكانر وهو يطلع ويجيب كل صور المكان بتاعي. ايه كمان؟ اقدر ادخل الدرونز في الاماكن اللي انا مش هعرف ادخلها. يعني ايه مش هعرف ادخلها؟ زي ما بتتخيل كده فول سيلينج مول مثلا، او فول سيلينج مطار، كميه الالكتروميكانيكال اللي فوقه، انا ممكن ادخل الدرون بالكاميرا يشوف لي الحاجات اللي موجوده. الدرون انت بتتحكم فيه بالريموت كنترول، فبالتالي انت الكاميرا بتاعتك عماله تعمل لك انسبكشن وعماله توري لك صور كتيره جدا في حتت انت مش هتشوفها. ادخل الدرون ده جوه ماسوره صرف ضخمه جدا بتاعه المدينه وتوريني الدنيا جوه عامله ازاي، هل في اي تسريبات موجوده ولا مفيش. فبالتالي الدرونز دي برضو بدات تبقى تكنولوجي قويه، المدى بتاعها تقدر تطير مده قد ايه، الحجم بتاعها عامل ازاي، انا اقدر اتحكم فيها من على بعد قد ايه، يعني هي هتبعد عني قد ايه وانا لسه عمال اعرف اتحكم في الدرونز بتاعتي. الكلاود ابلكيشنز ترند تاني، الكلاود ابلكيشنز. يعني ايه كلاود؟ كلاود ابلكيشنز ان في حاجه موجوده اونلاين، مرفوعه اونلاين، بس احنا نقدر نتحكم فيها. احنا بنستعمل كلاود ابلكيشنز من زمان واحنا مش واخدين بالنا. اليوتيوب يعتبر كلاود ابلكيشن. ليه؟ لانك انت بتقدر تابلود فيه فيديو، كل الناس تشوف الفيديو، تانتر اكت مع الفيديو بطريقه معينه، بتكتب كومنتس مش كده، بتعمل لايكس، كل ده اونلاين كل الناس شايفينه، فده كلاود ابلكيشن. السوشيال ميديا يعتبر كانه كلاود ابلكيشن، انت بترفع حاجه برضو الناس بتتعامل معاها وانت بتتعامل مع حاجه الناس وهكذا. طب في الكونستراكشن هنستفيد ايه من الكلاود ابلكيشن؟ تفتكروا ايه؟ هايل. ايه كمان؟ فعلا كلاود ابلكيشنز دلوقتي بقت قويه جدا جدا، مش مجرد ان احنا يا دوبك نرفع الفايل لحد وحد يشوفه زي الدروب بوكس ولا الوي ترانسفير ولا حاجات الميديا فاير والحاجات اللي احنا نقدر نرفع عليها الفايلز، لا ده انا ارفع الفايل على ابلكيشن متخصص في الشغل بتاعنا زي اوتوديسك بيم كولابوريت مثلا،
طبعا كل الشركات في تريمبل في عامله حاجه كلاود ابلكيشن اللي هو اسمه كونكت، في بنتلي حاجه للابلكيشن للكلاود ابلكيشن، كل شركه عامله يعني الابلكيشن بتاعها، بس من اشهرهم هو اوتو ديسك بيم كولابوريت. بترفع الفايل هو فاهم الفايل، فبالتالي انت مش ما بتعملوش داونلود عشان تشوفه، انت مش لازم تعمل داونلود للفايل عشان تشوفه. انت اديت عايز تبعت لي فايل، هتبعته لي ازاي؟ هتبعته لي على الايميل؟ لا ده طلع كبير جدا جدا، طب هتبعته لي ازاي؟ هحطه لك على الدروب بوكس. انا عشان اشوفه من الدروب بوكس هعمل ايه؟ لازم اداونلود للفايل. طب افرض انا عايز على الموبايل، هداونلود لفايل 500 ميجا؟ مش هينفع. طب انا لما عملت داونلود لفايل ال 3 دي ماكس ولا الريفت على الكمبيوتر عندي، ما انا لازم يبقى عندي ريفت عشان اشوفه. طب انا اصلا مش انجينير، ده انا الاونر، ما فهمش في الريفت، حتى لو فتحت الريفت مش هعرفه، بقت مشكله تانية. يبقى الابلكيشن ده بيفهم الفايلز بتاعتنا، بيفهم الكاد دروينج، بيفهم الريفت دروينج، بيفهم الحاجات دي. فلما ارفع عليه الفايلز، التاني الشخص التاني اللي موجود في حته تانية بيفتح الفايل يقدر يشوفه ويقدر ينيفيجيت فيه ويريفيو لي ويبدا يحط كومنتس. قال له طب ما احنا نعمل حاجه اكتر شويه، الكومنتس دي رايحه لفين؟ والله ده الاستشاري العام لقى كومنت عايز يتبعت للناس بتوع الالكتروميكانيكال، فعمل كلاود حوالين الحته دي وعمل نوتيفيكيشن وعمل اساين للنوتس دي للراجل بتاع الالكتروميكانيكال، فجات له بوب اب على وجات له نوتيفيكيشن على الموبايل زي بالظبط الحاجات اللي بتطلع على الواتساب، كانك واتساب جاله نوتيفيكيشن خلي بالك فلان الفلاني على الفايل رقم كذا 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 اللي موجود عمل نوتس، قال في مشكله، تدخل انت وتشوف وتعمل ريبلاي، الريبلاي ده يروح له على حسب بقى البيرميشنز، مين بيشوف ايه ومين بيرفرنس لمين وهكذا. فبدا يبقى في حاجه اسمها سبميتلز مثلا. سبميتلز يعني ايه؟ يعني انت بترفع اللوحات بتاعتك، انت بتسلم اللوحات بتاعتك. طب السبميتلز دي دايما بيبقى عندنا مشكله في ايه؟ ان هي دي اخر تسليمه ولا ده اخر فايل ولا في فايل تاني؟ ده انا اشتغلت على الفايل القديم بس احنا كنا عدلنا، اصل مش عارف مين في مكتب ايه عمل شويه تعديلات ونسي يقول لنا، هو قال له واحد والواحد ده نسي يقول لبقيه التيم، اللخبيط دي كلها خلاص ما بقتش موجوده، الكلام ده ما بقاش موجود. امال الكلام ده بقى ايه؟ لا احنا بنعمل السبميتل على الكلاود. فبالتالي اي حد عايز يعرف اخر حاجه موجوده بتاريخ كام، مين رفعها امتى الساعه كام، موجود بالظبط ومتحدد وما ينفعش تتغير، يعني ما ينفعش حد يلعب فيها، هي خلاص هو معروف ان فلان من الاكاونت الفلاني عمل اكسس رفع فايلات وهكذا، فلان ده دخل عمل ابروف عليها في الوقت الفلاني، فخلاص اتعمل عليها ابروفل، فدي اتعمل عليها ابروفل خلاص. اقدر اقارن ما بين السبميت الاولاني والتاني، اعمل سلايدر، مش احنا دايما بيبقى عندنا مشكله عايزين نقارن ما بين البلان القديم والبلان الجديد، الواجهه القديمه والواجهه الجديده، السكشن القديم والسكشن الجديد، نشوف ايه التغييرات اللي ما بينهم، ده احنا نقدر نحطهم على الكلاود وانا ما معيش الكمبيوتر وما عنديش الريفت وما عنديش الاوتوكاد على التابلت بتاعي او على الموبايل، هفتح التو سكشنز او هفتح التو اليفيجن وبسلايدر اقدر احرك اشوف الاختلافات اللي بين الاثنين، كل ده على الكلاود. كمية إمكانيات أكتر مما تتخيلوا، الموضوع كبير جدا، بقى فيه تقدم كبير. الموضوع ده ابتدى مثلا بالشكل ده الراوند مثلا 5-6 سنين، في خلال 5-6 سنين دول نطة خرافية. أشهر أبليكيشن الناس بتستعمله هو أوتوديسك بام كولابريت اللي موجود بتاع أوتوديسك. الاي اي طبعا أكيد كلنا بقى سمعنا عن الاي اي كتير، بقى كلنا بقى شفنا الصور بقى اللي على الانترنت والجينيريشن بتاع الصور، وقد ايه انت كل ما بتدي داتا اكتر واكتر كل ما الجينيريشن بتاع الصوره هيطلع احسن واحسن. الموضوع في الحقيقه هو مش واقف على كده، مش انا بطلع صور حلوه او بطلع انتيريور جميل وفقا لانبوت، يا ترى المستقبل بتاع ال 3 دي ماكس هيبقى عامل ازاي؟ معرفش. يا ترى المستقبل بتاع الريندرز عموما هيبقى عامل ازاي؟ ما نعرفش. ما هو بالشكل ده وقت ورا وقت انت ممكن تديله كل التوصيل السبيكس بتاعه الحاجه بدقه شديده جدا، هيطلع لك جينريشن للانتيريور بتاعك زي ما انت عايز. ميبي هل هيحصل ولا مش هيحصل؟ لسه مش عارفين.
طب هل بدأ دلوقتي في ناس تربط الـ AI بالجنريتيف ديزاين؟ ما هو الجنريتيف ديزاين سورت اوف اي اي، يعني الجنريتيف ديزاين زي ما اتفقنا هو نوع من انواع الاي اي، فهل في ناس بقت تربطه اكتر واكتر ويبقى فيه يعني ان مش بس ان احنا نستعمل جراس هوبر بطريقه عاديه، لا ده هو اللي جنريت ليا النودز بتاعه الجراس هوبر والداينامو، الناس اللي بتشتغل بالحاجات دي هتبقى فاهمه نقولي، فهو اللي هيجنريت ده؟ ما نعرفش لسه. الاي اي دي يعتبر الاي اي بالشكل ده يعتبر الى حد ما حاجه كبيره في ده، مجال للريسيرشز يعني، المفروض يعني نصكم يبقى عنده ريسيرشز لما تتخرجوا، اللي هيعمل يعني في بعد كده ماسترز او حاجه يبقى ده مجاله، لان في الحقيقه هو الترند الكبير جدا والجديد جدا جدا دلوقتي. ثم اخر ترند خالص هو البي اي ام. طبعا انا خليتها في الاخر خالص لان هي الترند الخلاص بقى اللي بقى معروف خالص، كل الترندز اللي احنا قلناها دي ميبي تكون بالنسبة لنا نسبيا بعضها جديد شوية، انما طبعا لا شك البي اي ام حاجة بقى لها اكتر من 10 سنين، بقى لها راوند 15 سنة موجودة. في حد عارف يعني ايه بي اي ام؟ مين عارف يعني ايه بي اي ام؟ طيب الباقيين مش عارفين، جميل. البي اي ام حاجة اسمها بيلدينج انفورميشن موديلينج. يعني ايه بيلدينج انفورميشن موديلينج؟ يعني ببساطة شديدة ان احنا ما بنرسمش لاينز، ما بنرسمش سيركلز، ما بنرسمش ريكتانجلز، ما بنرسمش جيومتري. امال احنا بنرسم ايه؟ احنا بنرسم اوبجكت. الاوبجكت ده مفهوم للسوفت وير. السوفت وير فهمه. طيب السوفت وير اللي فهمه ده فاهم فيه ايه؟ فاهم الجيومتري بتاعه كله، فاهم الدايمنشنز بتاعته بالبلان والسكشن والاليفيجن. مش من اكتر الحاجات اللي بتضايقكم في اكيد في البروجكتس بتاعتكم ان انتوا بعد ما تخلصوا البروجكت يحصل تعديل سواء من الكاستمر او من الدكتور فيعدل حاجه، صح؟ فلما يعدل تضطر تلف على كل اللوحات تعدل فيها. من اكتر الحاجات اللي بتغيظنا جدا. ثانيه واحده، انا معايا وقت قد ايه؟ معايا وقت. فبالتالي هو كل الموضوع ان انا هو لا ده الموضوع مش كده. انا لما برسم حاجه انا برسمها في الفيوز كلها، فبالتالي هي موجوده في الفيوز كلها مره واحده. البي اي ام يعني موضوع نقدر نقعد نتكلم عليه ساعتين ثلاثه، بس البي اي ام دلوقتي بقى يعني كل اللي فات ده انا بقول لكم ممكن تعملوا فيه ريسيرشز، ممكن تشوفوه، ممكن كذا حاجات جديده. انما البي اي ام ما ينفعش حد فيكم يتخرج وهو ما يعرفش يشتغل بي اي ام. خلاص دي بقت فاكت وبقت مطلوبه في كل المكاتب، ما بقتش حاجه اختياريه. لو انت هتشتغل في اي حاجه تكنيكال لازم تبقى شاطر في البي اي ام. البي اي ام تكنولوجي، ما هياش سوفت وير. البي اي ام تكنولوجي، في سوفت وير كتير بقى بيستعمل التكنولوجي دي. اشهر واحد هو الريفت، يعني اشهر حاجه هو الريفت. خلي بالكم الموضوع ده مش جديد، يعني احنا اول تريننج عملناه ريفت عندنا في كات باسترز عملناه 2009. يعني ايه 2009؟ يعني من 14 سنه. فلك ان تتخيل حجم الناس اللي بتشتغل بي اي ام دلوقتي وحجم المكاتب اللي بتشتغل بي اي ام دلوقتي. البي اي ام ابتدت في البدايه كموديلنج وحاجات كده يعني مش ماتيور، بس دلوقتي داخله في كل حاجه، داخله في من اول مرحله الديزاين لحد مرحله الفاسيليتي مانجمنت في الاخر خالص، ان احنا ندير المنشا بتاعنا. موضوع كبير مش هدخل فيه، الوقت بتاعي خلص. شكرا جدا جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. تابعونا على البيجز والسوشيال ميديا بتاعت كاد ماسترز، هتلاقونا بننزل حاجات كتير قوي قوي عليها سواء على لينكد ان او على اي حاجه. دي الاكونتس بتاعتي لو حد عايز يتابعني في لينكد ان او الفيسبوك. شكرا جزيلا، شكرا استوديو 34، وشكرا كوفنتري.